نروح بقى لتقرير وجولة خاصة لكاميرا 8 الصبح داخل جامعة زويل. طبعا معروف أن جامعة زويل على اسم طبعا العالم المصري الكبير الراحل أحمد زويل، حصل على جائزة نوبل في الكيمياء كانت 1999، وبعد كده رجع مصر وقال أنه عايز يعمل جامعة، وبالفعل تم تخصيص له هذه القطعة، كانت قطعة 270 فدان، كانت مساحة كبيرة جدا في أكتوبر، وبعد كده تم وضع حجر الأساس في يناير بعدها بسنة بعد حصوله على جائزة نوبل. لكن بعديه قعدت فترة عقبال طبعا ما دخلت بقى في بداية الدراسة الحقيقية، وتم إقرار أو منحها الترخيص إن بالفعل الطلبة يبتدوا الدراسة 2012. نروح نشوف التقرير من تقديم زميلتنا سالي تراد وإعداد زميلنا محمود عز الدين، وبعد كده نخرج لفاصل ونرجع نكمل مع حضرتك. صرح علمي كبير تركه الراحل الدكتور أحمد زويل، أحد أهم وأشهر علماء مصر والعالم، ساهم في تخريج جيل جديد من العلماء والطلاب النوابغ الذين يعملون على الاكتشافات المبتكرة والأبحاث الهامة. ومن مدينة زويل نقترب أكثر من التفاصيل. كمدينة المكونات الثلاثة بتوعها سواء كانت الجامعة أو المعاهد البحثية أو وادي العلوم والتكنولوجيا، التناغم بتاعهم مع بعض الغرض الأساسي منهم إن هم يؤدوا رسالة المدينة اللي بتحقق رؤية الدكتور أحمد زويل رحمة الله عليه، بإن احنا تكون المدينة أحد الروافد الدولة المصرية للوصول للاقتصاد القائم على المعرفة. عندنا معهد حلم للعلوم الطبية، في عندنا معهد علوم النانو، المراكز البحثية دي بتشتغل مع إما مراكز بحثية داخل مصر أو الهيئات الداعمة والمانحة داخل مصر أو مع مراكز وجامعات بحثية خارج مصر. طبعا احنا السنتر اللي موجود هو اسمه سنتر فور جينومكس او مركز ابحاث الجينوم. المركز ده بالاساس اتكون او يعني كانت رؤيه الدكتور احمد زويل الله يرحمه ان هو نقدر نقود المبادرات الوطنيه باي الابحاث الريليتد ل اللي هو الامراض الجينيه وما الى ذلك. وبالتالي احنا هنا شايفين ان احنا نقدر يبقى عندنا فكر مختلف، ان احنا نلاقي بدائل مش ما تقدرش تقتل البكتيريا ولكن تقدر ان هي تقطع الاتصال ما بين البكتيريا وبعضها. التخصص اللي انا شغال عليه هو البيولوجيا الجزيئيه، الا وهو ان احنا هنا في السنتر نحاول ندرس المشكله بتاعه الانتي ميكروبال ريزيستنس او البكتيريا اللي هي مضاده للمضادات الحيويه. فاحنا حاليا بنحاول عن طريق نشوف ان احنا اكتر من ابروتش او اكتر من طريقه ان احنا نوصل نديفلوب نيو ثيرابيز او طرق جديده للتغلب على البكتيريا دي. احنا هنا موجودين في مركز الشيخوخه والامراض المصاحبه ليها. احنا هنا بنشتغل على جزئين، جزء خارجي ان فيترو ستاديز وان فيفو ستاديز. احنا شغالين على حاجه او بنطور مؤشر تنبؤي لمعرفه استجابه مريض السرطان للعلاج الكيماوي. عن طريق المؤشر التنبؤي بنقدر نعرف هل المريض ده استجاب ولا ما استجابش. احنا اوريدي شغالين في اكثر من قطاع، منها على سبيل المثال زي ما قلت لحضرتك قطاع المستشعرات الضوئيه او البايوميديكال سنسورز. احنا اوريدي كنا في شراكه تبع اكاديميه البحث العلمي في مشروع ممول، والحقيقه الحمد لله احنا قدرنا نصمم ونصنع مستشعر بصري لقياس نسبه تركيز الانسولين في الدم.